هيك طلعنا الاسانسير وهسه بنقدر نحكي انه بلشت عملية الهرب تبع يا سمسم. اكلنا فيلم، هذا الفيلم كثير مرتب. شو الفيلم اللي كثير مرتب يا حزرك؟ انه هذا البيك اب تبع الشاب اللي كان نايم في الصالون، وهاي سيارتي الثانية أخوي صاففها، ورا سيارتي الأولى اللي أنا المفروض أطلع فيها. طب هالساعي كيف بدنا نطلع؟ هذه بدها خطة يا معلم. هيك معلم، صار لازم نسرق البيكب تبع الشاب. بس إذا البيكب تبع الشاب غير عادي ما راح يزبط الفيلم. تعال نقعد هون شوي، شوف هيك نتكندش شوي لانه الوضع مش سليم يا معلم. اضوي اضوي، هذول اللي ورا بضووا بس انا مكسل صراحة اضويهم. الساعة 1:30، درجة الحرارة 35. نشوف اذا البيك اب نسرقه ولا لا. نرجع 2000 years later. تمام، مش هيكون لك احتراز، مش هيكون لك الحرارة، وقول لك انت على اي ايرلاينز لازم تروح. هلا انا فعليا طاير، او التيكت شريته على القطرية بس اوبريتد باي رويال جوردانيان، فراح نروح على الكاونتر تبع الملكية. ليتس جو. قبل ما نروح لنشوف شوي الديزاين تبع هذا المطار اللي أنا صراحة كثير بحبه. أخيرا خلصنا مع الملكية، إنه حطينا الشنطات، وزناهم، حطناهم الأوراق المطلوبة. والأوراق المطلوبة راح أطلب منك الـ PCR تيست السلبي اللي هو من دولة قطر أنا عملته، والشهادة تبع الفاكسين المطعوم، و فيزيت جوردن بلاتفورم لازم تكون سجلت عليها وطبعت الكيو ار كود، وبطلب منك اكيد التيكت والباسبورت. بشيكوا على كل شيء، بشيكوا على الشنطات، بشيكوا على الوزن. الملكيه شوي ستريكت اكثر من القطريه في موضوع الاوزان، يعني شنطه 30 كيلو يعني شنطه 30 كيلو، شنطتين كل واحده 20 يعني شنطتين كل واحده 20. فخلينا نلحق الساينز. في شيء حلو في قطر انه انت اذا معك البطاقة الذكية انت مش مضطر انك انت توقف عند كاونتر الجوازات، فنروح على كاونتر البطاقة الذكية. وهيك فاينلي خلصنا اجراءات تشيك الشنطات. ناخذ لنا لفة لطيفة. اول شيء اي حدا بيجي هون لازم يجي على الفيو تبع الدبدوب، دبدوب مطار. يعني معلم انا ما بدي احكي لك شيء غير انه راح اجي انا هذا الترافليتر، احكي لك شوف معي الاركتكتشر تبع المكان أو الانتيرير اركتكتشر تبع المكان. بدنا نشوف الكاونترز معنا، نشوف
شاء الله يكونوا معنيين في التصوير. واخيرا وصلنا على الاردن. هاي مطارنا اللي بنحبه. سكننا مقلب مرتب في الطيارة يا معلم. والطيارة طلعت طيارة صغيرة. اشي يعجبك. بس لا صراحة طيارين ملكية. اشي ما تقول ليش ليش ثلاث نظارة شمسية بتضل شان عملية لسه بتضايق من الضم. عارف عملية الليزر. شوف الاتراعات اللي تطار منك عليها الدولي. الناس اللي جايين من قطر بعد القرار اللي حكى انه ما في بي سي ار للناس اللي جايين من قطر. خلينا نشوف ان شاء الله بيحكوا لي بس من نوع التصوير. ايوه اول ما تيجي بشيك لك على الفاكسين وبعطيك اشي هون بقول لك من هون اللي معهم الفاكسين ومن هون اللي مش ماخذين الفاكسين. روح على اللي ماخذين الفاكسين. يعطيك العافية. ماخذ الفاكسين. يس. خلصت جاي؟ شكرا. بعد ما شايف انك ماخذ الفاكسين خلص ضلك رايح على الجوازات تختم تدخل تطلع شهاداتك. خلينا نكمل. هلا حدا قال لي وين رايح؟ انتم خير. انت حمودة. عبوسو. ايش يا ابو سمرة. فكر المفروض مراد اللي عمل الحركات. هو نزل يحول فلوس لدينار اردني. لا قلقين.